افتتح مهرجان زيوغما السينمائي الدولي السابع يوم الاثنين بمدينة غازي عنتاب التركية، وسط حضور كبير من الجمهور التركي والسوري وعدد من الأجانب. ضم المهرجان العديد من الأفلام السينمائية من دول متعددة، أما فيلم الافتتاح فكان من نصيب كفر ناحوم الذي يروي قصة ومعاناة طفل سوري لاجئ في أحياء بيروت للمخرجة نادين لبكي. ليه بتشكع أنا؟ أن خلفوني. وعبرت المنسق العام للمهرجان عايشي جول آتش عن سعادتها بالافتتاحية للتشارك معا والعيش سويا، وتوجهت بالشكر من خلال روزنا لكل الداعمين لهذا المهرجان. Çok heyecanlıyız ve aslında mutluyuz. Çünkü çok dille hep birlikte film izleyeceğiz ve bu yılki festival başlığımız birlikte yaşamak mümkündür dedik. Herhalde onu da başaracağız gibi bu kalabalık onu gösteriyor. Gelenlere, destek verenlere, herkese çok teşekkür ederiz. وقال بورال تارلان الأستاذ في جامعة غازي عنتاب قسم السينما والتلفزيون بأنه في السنوات الأخيرة يتم التنظيم بطريقة مختلفة تحتوي جيران السوريين. Son 4 yıldır aslında biz festivali kentte yaşayan yeni hemşerilerimiz, komşularımız olan Suriye'den gelen mültecileri de kapsayacak şekilde yapıyoruz. Bizim amacımız kentte birlikte yaşamı kurabilmek, yeni gelenlerle, eski insanlarla, kentin bütün renkleriyle bir arada yaşamayı öğrenmek ve bunun için çalışıyoruz aslında. Bu festivalde bunun için yapılıyor. وعبر كل من الحضور بدوره عن أهمية هذا المهرجان. العرض اليوم رح يكون عن فيلم بخص حدا سوري، فبعتقد هي فكرة كتير مهمة، ومثل ما أنا شايفين أنه موجودين أتراك، فهذا الشيء بيعزز أنه إحنا رسالتنا توصل بسرعة أكتر، بتوصل للعالم بشكل أكتر. الحضور كتير ملفت، وبعتقد أنه هاي الفعاليات كتير مهمة، ثقافي وشيء جيد يعني، ولقاء مع الأصدقاء وهذا الشيء. هون في تشارك بين الأتراك وبين السوريين، وفي بعض الأفلام طبعاً هي السورية، وهذا كتير شيء بيشرفنا أن تكون مشاركة. الفعالية هي فعالية كتير مهمة لبناء جسر ثقافي عن طريق نشوف أفلام سوا ونتناقش عن الأفلام سوا ونحكي سوا. هذه المهرجانات وغيرها هي عبارة عن صورة فنية تنقل بالصوت والصورة العديد من القصص الإنسانية لتصل إلى كل العالم. ميسا مارديني لراديو روزنا غازي عنتاب التركية.